وين اكل سيد راسي؟ يلا يلا جيتك شو هاد؟ هاد عنك هاد جاينا من تركيا هاد سيد راسي هاد لك خلص انا بنزل لك اياها على راسي رجعنا الصينيه من الشام الله يخليك لكن ما عندي وحده مثلها الله يسعدك تفضل اهلا وسهلا الله يسعدك شايف محمود فرنجيه حبيبي ثاني عن التعريف كلكم بتعرفوه شو هذا وين السقسقه والنغنغه هلا جايين طول بالك ناشفه شايف لا مو ناشفه لا طول بالك مش على ابن نجيب بعدين حاسس حالي باب الحاره يا زلمه وات سيد راسي يا باطل نورت يا معلم نورت بسم الله المطعم منور بوجوده شوف 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 الله يا لطيف الله يا معلم يا لطيف لو ابن نجيب هون يصور لك يا لطيف انسى ابن نجيب شو بدك ابن نجيب هلا خليك عنا هون ما عاد تذكرنا حدا هلا شوف اللحم الدايب دوبان بقلب ورق هالعنب والدهن بسم الله اللي ما بياكل دهنه مش هذا هو السقسقه والنغنغه الدهن سيد رازي يا عيني عليك لحم كل شغلك هيك والله الاصلي بسم ولعيونك الله يا شيخ ابو عمر روح خلينا مره ثانيه نرجع نعيد روح لك صحه وهنا لك نورت خذ وقتك عشان تفضل ابو عمر هي اخذت بحقك ابو نجيب ها ما حدا بدبي شرفطني غيره ها لا بس لخير ان شاء الله والله شيء مشهد ان شاء الله صحه وهنا يطعميك بايدي انا ها بتعرف البس كف ولا عادي لا يطعميك بايدي عمي ابو عمر ها بس شوف اول شيء بدون شرفطه لا لا شوف اللون معلم كيف مكرمل هذا اللون عليك يجنن اي والله يشبه لون عينه بسم الله ايوه ها هي اصول اكل الكبه المشوية يا شباب شايفين رحله واحدة ثانية سخنة رحلة مالي تاركك شايفين نواعم ها نواعم لا كنت استأذى بس شيء انه ان شاء الله صح عليم الله لو متقن هلا املاك دواك الصاجية بايدي يلا هي الصاجية مو سخنة كثير ها اي بسم الله ها ما لا سخنة كثير شلون بسم الله ما شاء الله برلون ولا مو برلون برونتو والله راسي هات لك بوز ان شاء الله صحة وهنا واحد انا يعني لك ان شاء الله ايش بديك صحة وهنا ونورتك الله يسلم هالايدين الله يسعدك سيد راسي هي بدها لكاسة تبن عيران لعيونك باردي لعيونك مشان نهدي شوي ابشر ضوجتنا كثير هيك عطينا العيران يا معلم